يسعد اوقاتكم وتضلوا دائما بخير ودائما ايامكم سعيده. طبعا اليوم 6 كانون الثاني 6 يناير، تمنياتي للجميع بالخير. كواكبنا ما زالت في اماكنها، ما زال عطارد متقدما، كوكب السفر والاوراق ما زال متقدما في برج الدلو، الزهره ما زالت تتراجع في برج الجدي وراح تضلها تتراجع لاخر هذا الشهر، لذلك بدنا شوي ننتبه على امورنا بعلاقاتنا مع الاشخاص، لانه الزهره تعتبر كوكب التواصل مع العلاقات، الاقرباء، الصداقات، يعني لها علاقه بهذا الجانب. طبعا اضافه الى وجود المريخ في برج القوس، هذا عم بيخلي الجوزاء، عم بيخلي مولود برج العذراء، مواليد برج الحوت مو كثير مرتاحين على المستوى الصحي. اول اخباري لعزيزنا مولود برج الحمل اللي غالبا اليوم مكركب ما كثير مبسوط، وهاليومين شوي في عنده نوع من انواع الكركبه مولود برج الحمل. ما بعرف الكواكب بامكاني تحمل القلق، القمر اليوم ببيتك 12 عامل لك نوع من انواع التوتر، الثرثره، العتب، الاخذ العطاء، الجدال اللي مو كثير مريح، وربما تشعر للحظه ان مسيرتك صعبه شوي، او يوم فيه صدمه، فيه خيبه، فيه نوع من انواع الاشياء اللي هيك فيها جزء من تعب. هلا انا ما بشوف اليوم كثير مريح لمولود برج الحمل، وكانه يشعر انه غير مرغوب. مولود برج الثور اليوم عم تخسر التعاطف، خاصة إذا كنت عصبي، ويوم أنا بعتبره اجتماعي بامتياز، فيه تعارف، فيه نوع من أنواع الأصدقاء، المعارف، بقلب التجمعات، استقبل، ودع، يعني اليوم أنت نشيط وتفتح أبوابك العاطفية للآخرين، عندك نوع من أنواع التصالح أو عندك نوع من أنواع السعادة، سببه الآخرين، يعني اليوم الناس اللي حواليك هن الحلوين وعاملين لك نوع من أنواع السعادة، بقى هو لقاء مهم، هو نوع من أنواع العواطف الجميلة، يعني الأمور جيدة. اللي متعب الحياة هو الجوزاء اليوم، ما كتير الأريح، ما بعرف قديه لازم أنصحك أن تتناسى ما يقال، لأنه غالباً اليوم في صدام بينك وبين حدا أو جدال، أو أنت لا سمح الله مريض، لأنه هي هالفترة كلها أمور صحية الجوزاء ما كتير الأريح. وبالمجمل كونك تنتمي إلى الأبراج الهوائية، فحاول تجتنب التسرع والانفعال، حاول أنه تنتبه انه ربما انت متعب نفسيا. طبعا نحن لما بنكون متعبين نفسيا بنصير ردودنا اكثر حده، بدها الحكايه شويه هدوء. انت تكره الضغط عموما مولود الجوزاء. سرطان عنده يوم جيد جدا، خاصه الناس هيك حلوين حواليك، نوع من انواع التمني يمكن لتوصل للي بدك اياه، ظروف ربما مساعده تفرض اوامرك، تجتمع بمرؤوسيك، يوم ايجابي لتاثر بمحيطك، لتستقر الامور حواليك، لتشوف ردود ايجابيه ربما تسعدك. انا بعتبر اليوم عم تستعيد نشاطك وعم تحاول مصالحه من حولك. مولود برج مبدئيا الاسد، اليوم الامور جيده جدا بالنسبه لك، ايجابيه للقاء، لعلاقه، لاصدقاء يسعون لطلب مساعدات، لسمعه طيبه ربما، حدا يحكي عنك بالمنيح، حظوظ مساعده، خطوات ناجحة، يعني أنا بعتبره يوم جيد لمولود برج الأسد، يوم فيه قصة مالية يمكن تلاقي لها حلول. مولود برج العذراء أنت اللي مو كتير مرتاح اليوم، يعني تصرف صغير ممكن يضايقك، نوع من أنواع الحكمة اللي لازمتك اليوم بالتصرف، نوبة غضب ربما، يعني أنا بشوف الأمور ما كتير كتير الأريح الحقيقة، نظرتك تملكية، نقاشك ممكن يكون شوي حاد، يمكن حاسس العذراء انه فاعليته وتاثيره بالاخرين اليوم اقل مما يجب، او انه كلمتك جارحه وصوتك عالي. الميزان 100,000 قصه شغلته اليوم، والحقيقه وقته رايح في انجاز الاعمال على كل الاحوال، اليوم يعني ما عندك هذا الكمال اللي انت تطمح له بالمجمل، في شيء ممكن يكون له علاقه بمزاج ربما شوي سيء، او يعني جاي على شغلك بكير، تنجز اعمالك بسرعه، مطلوب منه اليوم السرعه بالانجاز على كل الاحوال مولود برج الميزان، انه يلا يلا بسرعه بسرعه، وشغلك كثير، واليوم الحقيقه في عندك قصص صحيه ممكن يكون شوي مانا مريحه، قلقتك تخصك او تخص احد افراد العائله. مولود برج العقرب يومك الجيد لتكون مؤثر بمن حولك، ليكون عندك وجهة نظر قادر تفرضها على الآخرين، لتعبر عن نفسك يمكن بصراحة، يوم فيه لقاء، فيه خبر، فيه اتصال ربما،
فيه قصص ممكن تكون انت فيها أكثر وضوحاً، تعبر عن وجهة نظرك بدون خجل. يوم فيه نوع من أنواع الفرح لعزيزنا مولود برج العقرب، ويوم جيد. اللي قلقان هو مولود برج القوس، الحقيقة مانك كثير مبسوط، وخذ مني نصيحة، ركز على أمورك الشخصية لأنك شوي قلقان. في شيء هيك مثل كأنه أحياناً هيك نضرب كف كف إنه إيه شو أعمل؟ يعني اليوم هيك تقريباً مولود برج القوس، في حواليه نوع من أنواع الضغوطات أو نوع من أنواع المشاكل، حاول تهتم بالدقة وأعطي وقتك للتفاصيل. اليوم التفاصيل الصغيرة هي اللي شوي عم بتضايقك أو ما أنا مريحتك، ويمكن حواليك نوع من أنواع الاحتجاج أو الاعتراض. الجدي لا يخزي العين، عنده حركة نشاط، علاقات عامة، أهل، ربما عم تقنع المحيط بكفاءتك، جذاب، محط أنظار الآخرين. الأمور المالية والمهنية تعتبر الأفضل، وقرارات حكيمة ربما. عندك مشغول بقضايا أسرة، بقضايا من تحب، مولود برج الجدي، وتستطيع التغلب على أغلب المشاكل. خليني صبح على مولود برج مبدئياً الدلو اللي اليوم عم بيصرف أكثر من دخله. والحقيقة الدلو إذا بتكون الجد، الشهرين اللي راحوا والشهرين اللي جايين لا يعتبروا الأفضل مالياً. يعني هو ختم السنة بطريقة ما كتير الأريح مالياً، ومبلش سنته بطريقة كمان ما كتير الأريح، رغم أنه يعتبر بالعام الأفضل مالياً مشان ما كتير تقلق، بس هذا أبداً ما رح يكون مبرر للصرف عموماً. فانتبه أنه الادخار قصة ضرورية. عزيزنا مولود برج الحوت اليوم فايق بكير، وعنده نوع من أنواع النشاط الجميل اللي ممكن يكون إيجابي. اليوم يوم حلو بالنسبة لك، لأنه في عندك في خطوة مهمة وإيجابية، وممكن يكون فيها نوع من أنواع السعادة. فايق بكير، عندك تغييرات، عندك قصة هيك ممكن تكون حلوة بالنسبة لك، يوم يعتبر إيجابي لك. ستة كانون الثاني اليوم، كل عام وأنتم بخير. حط أموالك عند هذا المولود، لأنه من الأشخاص اللي أمين وواقعي وأهل للثقة ومحترم. طبعاً مولود ستة من الأشخاص اللي بينتبهوا لسمعتهم، ما بيحلم أبداً بما لا يستطيع أن يحققه، بيعرف حجمه، بيعرف حجم الآخرين، بيعامل الناس على هذا الأساس. كائن لا يغفر لك لو ألمته، لذلك لا تكذب عليه ولا تألمه. اقتصادي مدخر، شديد الذكاء، صموت، عنيد، متسلط وقيادي. السنة لقاله أنا بعتبرها سنة جيدة جداً وإيجابية، فيها نوع من أنواع التغييرات باتجاه الأفضل، والحقيقة هي هو بالسنة الأفضل ليرتب أموره كما يجب، ليكون سعيد بمن حوله، ليكون إن شاء الله مرتاح ببعض الأمور الإيجابية بالنسبة لقله. على كل الأحوال سنة تعتبر الأفضل لترقية، لتغيير عاطفي، يعني كل واحد شو متمني يا رب العالمين. دائما بتكون هيك حظوظ حلوه وحظوظ الجميع حلوه. شو قررنا مدام؟ شو بتحبوا؟ يعني فيكم تسالوني وفيني جاوبكم. اوكي، رجل الكل بالكنترول، حابين الوان ونور حابه الوان، فخلص انا موافقه على الالوان. هلا برج الحمل هو لون حظه الاحمر والازرق، وهو دائما انا بس شفت حدا لابس احمر او لابس ازرق انا بقوله برج الحمل، خاصه اذا اختلطت القصه بالعصبيه شوي او بالتسرع شوي، باعتباره هو اختصاص عصبيه. على كل الاحوال الثور بالقطع الأخضر، رغم أنه كل مواليد برج الثور أميل للرمادي، أميل للأسود، أميل للبني، يعني بيحبوا هاي الألوان كونه برج الثور هاي ألوانه، بس هو الحقيقة لون حظه الأخضر، ولو الزيتي أو الأخضر الغامق، هو على كل بيحب هاي الألوان، يعني ما عنده مشكلة مع هاي الألوان. الجوزاء بحبوا كل الألوان جوزاء أكيد هو ألوان قوس قزح على كل الأحوال فعلياً. الأصفر، الأصفر، الأحمر، الأخضر، يعني هاي الألوان الفاتحة نحن بنسميه جوزاء دائماً، ألوان قوس قزح اللي بتجيب له الحظوظ على كل. نحن عم نحكي كمان على الألوان اللي ممكن تجيب لك الحظ، أو ممكن هو أنا هاي الألوان مثلاً بلبسها إذا عندي لقاء مهم. ما فيك تضلي لابسة لون حظك طول الوقت، بس إذا عندك شغلة مهمة، جايكي خطابين، جايكي عريس فإذاً الجوزاء الألوان الفتحة عموماً، ألوان قوس قزح على كل الأحوال. برج السرطان بالقطع الأزرق الفاتح أو الأبيض، وهي الألوان الجميلة لو اللي بتجيب له الحظ. طبعاً أصلاً كونه مائي فدائماً الأزرق والأبيض هو روح قلبه على كل الأحوال الأبيض.
هلا فينا نحكي بالايام كمان عن الامراض اذا بتحبوا. اوكي. برج الاسد الاورانج والذهبي والالوان اللي هيك لها علاقه بالوي وي وي ناري لانه هو ناري هو والاسد يحب الاستعراض فدائما بحب هاي الالوان اللي اذا دخل ينشاف فلذلك ذهبي اصفر اورانج هي انه ما فيك تضيعيه انه انت بين 500 شخص تنداري انه هذا هو فيعني هاي الالوان بحبها على كل الاحوال العذراء الاخضر بامتياز الاخضر الازرق النيلي يعني هي هاي طبعه للعذراء اذا بدك تشوفيها عند الجميع يعني اخضر ازرق نيلي هي بالمجمل لبرج العذراء النور هلا زهر اوكي زهر زهر اساس الزهر البينك لدرجه هلا في عندنا مذيعة عم هي برج جدي فانا عم اقول لها شوفي لي طالعك على كثر ما دائما انا بشوفها لابسه زهر فقلت لها شوفي لي طالعك ميزان لانه غالبا فعليا الميزان روح البس زهر الزهر والسماوي يعني هي الالوان الفاهيه اللي لها علاقه بالسلام والهدوء اللي بيشبه شخصيته عموما فيني احذر العقرب ايه فيكي الاسود شيء والاحمر لا شفتي الاسود والاحمر يعني لما بلبس اسود بحس اليوم بيمشي حلو والحياه حلوه يعني لا في لي انا رفيقه مثلا برج عقرب بيتها كله اسود واحمر يعني مو بس انه ثيابها المطبخ مثلا غرفه النوم مثلا عن جد في ناس بتقول انه ما بشائمكم لا يعني هذا بسميه هيك ماي هابي كلر يعني هذا اللون اللي انا بالعكس بتفائل فيه لا بتتفائلي فيه وبجيب لك الحظ فعليا العقرب يعني لونه الاسود والاحمر أوكي. القوس البنفسجي هي بنفسجي. الموف أوكي. الموف لون القوس بامتياز يعني كمان مثل العذراء طبعه هذا الطبعه دائما بتحسيه لابس موف عينه بتخطف هذا اللون هلا بغض النظر بالنتيجه كلها بنلبس كل الالوان بس يعني الموف هي لونه الاساسي واللي بيجيب له الحظ تمام الجدي شو برايك الاستاذ رزين الاستاذ محتشم ترابيات اسود 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 رمادي فضي لذلك انا لما بلاقي حدا من جدي لابس احمر بستغرب بحس انه في شيء غلط هن 90% و95% من خزانتهم اسود بني رمادي ما يعني هن بيميلوا لهي الالوان نادرا ما بتحسي لابس شيء ثاني هلا بالنتيجه اذا رجل اجباري بده يلبس قميص لون مختلف بس يعني يفضل لازم يدخلوا هي الالوان الدلو والحوت الازرق بس حدا ازرق وفاتح اللي هو الحوت هو الدلو الازرق التركواز او الازرق تبع حجره الفيروز يعني اميل لهيك انه يكون هاي هاللون اللي هي درجه الالوان بس هو الازرق يعني الازرق والابيض طبعا بالنتيجه اوكي فشو بتحبوا انتم يعني شو عندكم اقتراحات للمستقبل هيك دائما. لا لا للسبت مثلا يعني اذا بتحبوا الخميس الجاي لازم ناخذ اقتراحات طبعا متابعينا على صفحتنا على الفيسبوك لازم ننزل هذا الشيء وكل اسبوع شو بيختاروا لنا نحن ناخذ نحن وياكي وبنحكي عن كل شيء مشان يعني ما نظلم حدا وناخذ كل شيء بدنا اياه شكرا كثير لك يا نجلاء طبعا اليوم لضيق الوقت ما قدرنا ناخذ مشاركات بس مشاركاتكم يوم السبت رح تكون محفوظه اكيد شكرا كثير لك يا نجلاء